السؤال، ما هي الطريقة التي يشكر بها الإنسان الله، وكيف يشكره على كل النعم لكي يرضيه؟ لا، أنت مش بتشكر الله عشان ترضيه، أنت بتشكر الله نوع من العرفان بالجميل ازاي ربنا كان معك. اما الطريقة التي تشكر بها الله فهي انك انت تقول الكلام ده من قلبك، وانت شاعر في كل كلمة ان ربنا ليه فضل عليك.